لكل عشاق الأهلي أينما كانوا، أهلا بيكم وحلقة جديدة من الأهلي خط أحمر. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر. طبعا بعد مباراة الأهلي والزمالك والهزيمة وفقدان بطولة كأس مصر يا فارس. يمكن يا أسامة اللحظات اللي زي اللي احنا فيها دي أو لحظات الإخفاق هي لحظات في تاريخ النادي الأهلي استثنائية. مهما كانت الظروف المحيطة ومهما كان المشهد اللي انت شايفه هي لحظات استثنائية، لأن النادي الأهلي مقارنة بأي منظومة أخرى رياضية في إفريقيا هو الوحيد اللي دايما لحظات انتصاراته أكبر بكتير جدا من لحظات الانكسارات أو لحظات الإخفاق. وعشان كده احنا بنكلمكم بقلب مفتوح هنا أنا وأسامة، عهدنا دايما إن احنا قريبين منكم. النهاردة مش بس بنكلمكم انتوا، احنا كمان بنكلم نفسنا وبنتكلم بصوت عالي من داخل النادي الأهلي ومن داخل قناة النادي الأهلي. عايز أقول إن طبيعي الجمهور يكون في اللحظات دي عنده غضب، وهو غضب مشروع للأمانة. ليه؟ لأن زي ما قلت الإخفاق في تاريخ النادي الأهلي هو استثناء، والاستثناء ده دايما بيكون شعور غير معتاد بعكس القاعدة. فلما تمر بلحظات غير اعتيادية هي دايما بيكون سلوكك فيها في حالة من الدهشة، مش ده اللي أنا متعود النادي الأهلي عليه. بس خلونا نرجع كده، وبنفس منظومتنا دي احنا لحد قريب جدا كنا بطل أفريقيا لسنتين على التوالي وخسرنا اللقب في المرة الثالثة. كنا أبطال على مستوى العالم بالبرونزية مرتين، كنا أبطال السوبر الإفريقي. إذن لما أفكر كده وبشكل واضح عندنا القدرة على النجاح تاني؟ لأن إحنا عندنا سابقة للنجاح بنفس مكونات. بس إيه المطلوب؟ المطلوب نصارح نفسنا. زي في لحظات النجاح ما كل منظومة النادي الأهلي بلا استثناء، وأنا أعني بلا استثناء، بتاخد الكريدت وبتاخد الإشادة، فإذن منظومة النادي الأهلي كلها أيضا بلا استثناء لحظة الإخفاق تتحمل نسب متفاوتة من هذا الإخفاق. ولازم نصارح نفسنا بده عشان نعرف نبني البكرة. والحل الأساسي في رأيي هو مش في فكرة إن إحنا نراهن على حاجة جمهورنا طول الوقت بيدعم النادي الأهلي وهيظل يدعمه، وده شيء بديهي، ولكن إحنا محتاجين نبعد بالفارق. أنت بتشوف النادي الأهلي بيحقق بطولات عاملة إزاي وبتقزم إعلامياً، على الجانب الآخر بنرى بعض الفرق إزاي بتحصل مبالغات كبيرة جداً في بطولات بيحققوها. إذن أنت مطالب تنجح طول الوقت ومطالب توسع الفارق ما بينك وما بين المنافسين. في حلول كتير، وأنا ما بقولش ده افتراض، أنا عارف مع نهاية الموسم في حاجات كتيرة جداً مختلفة، في حلول كتير جداً، في موسم جاي أنت داخله بشكل مختلف، في حاجات كتيرة جدا هتتعمل، بس كل حاجة ولها وقتها، وكل كلام الذكاء في توقيته، كل كلام وأنا بكررها، إمتى يتقال إيه؟ وإمتى يتقال إيه اللي هيتعمل وإيه اللي بيتعمل؟ لأن ده في مصلحتك، لأن أنت لسه جوه سبق. وعشان حتة جوه سبق ده في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها ولازم نقف عندها. في حكمة بتقول إن أنت دايما أصعب شيء إن أنت تفقد الأمل في النجاح، وطول ما أنت بتراهن على إن أنت عندك حظوظ ولا تيأس فهنا الفشل غير محقق. يعني إيه كلام الكتير ده؟ يعني ببساطة شديدة جدا إن أنت عندك بطولة لسه متبقية. أنا ما بكلمكش، أنا ما بكلمش أي حد بيشوفني في حتة غير إن هو يعمل مسؤوليات. كل حد فينا عليه دور. جمهور النادي الأهلي ساند طول الوقت وطلبنا منه المساندة وساند. ما بقولكش اعمل حاجة، انت مش بتحسم في الملعب، بس بقولك حاجة واحدة بس، اقف بانك تحمل فريقك مسؤولياته في اللي جاي. يعني ايه؟ يعني ما تقولش الدوري خلص، دي كلمة غير مقبولة. مش معنى ان هي غير مقبولة ان انت عندك حاجة كمشجع ان انت اللي هتحسم لقب، لا انت ليك نسبة. بس في تاريخ النادي الأهلي ده عمرنا ما سلمنا بطولة للمنافس. من شرف النادي الأهلي الرياضي أن البطولات تنتزع منه بصعوبة، عمره ما سلم بطولة للمنافس. ده تاريخنا. 54 كنا بعيد جدا في ترتيبنا في المسابقة وأنهينا المسابقة كبطل.
96 97 والمنافس عنده فريق الاحلام. رجعنا بريمونتادا تاريخيه 2011 مع عوده مانويل جوزيه، وهنروح بعيد ليه؟ 2019 اصل انت هتقول لي بس الظرف دلوقتي واحنا خسرنا افريقيا وخسرنا الكاس، لا 2019 كنا بنخسر النتيجة الأسوأ في تاريخنا من صن داونز بخماسية، وخدنا في 2019 ما عرف بأصعب وأهم وألذ دوري. أنت عندك مباريات جاية 11 مباراة والمنافس 9 مباريات. عندك الجونة، مصر المقصة، والمقاولين 3 ماتشات جاية. المنافس بتاعك بيلعب أصعب مباريات هي عنده أو متبقية في الموسم. الثلاث مباريات اللي بتواجههم وهي سموحة، فيوتشر، بيراميدز على ترتيب الجدول. إذا مطلوب منك إيه؟ مطلوب مش هنا بكلم المشجع بس، أنا بكلم كل حد في المنظومة، أنت لازم تحمل كل واحد مسؤولياته، أوعى تستسلم. إيه الحكمة من أن أنت تستسلم غير أنك أنت بتهدي البطولة للمنافس وبترفع الضغط عن فريقك؟ ما ترفعش الضغط، قول للفريق الأهلي تاريخه اللي أنا براهن عليه بيقول أنك مطالب تحقق البطولة دي، ولا مزيد من التقصير، انت مطالب تحقق البطوله وتاريخنا علمنا كده، ومش هنسمح بان ده ما يحصلش، ان احنا نفرط في بطوله. على الجانب الاخر، ايه الحكمه من ان انت تقول للمنافس بتاعك خلاص انا استسلمت؟ مفيش استسلام، وبكره عندنا بطوله مهمه، وانا زي ما بقول عمرنا ما هنقف نتفرج ونتيجه غضب مشروع من الجمهور اللي شايف فريقه ما ينفعش غير انه يكون البطل، هنقف نتفرج والخيط بيكر. موسيماني امبارح، كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده، ويا عالم مين بكره. لا، المنظومه دي نجحت قبل كده ومطالبين نحمل مسؤولياتنا ان احنا ننجح تاني، وزي ما نجحنا قبل كده نقدر ننجح تاني، بس بشرط ان يكون عندنا الرغبه ويكون عندنا القدره ويكون عندنا من تاريخ النادي الاهلي ان احنا ما بنرميش الفوطه. تاريخ النادي الاهلي ما فيهوش رمي فوطه.